نلتقي بكم هذا اليوم للحديث عن خيرة من الشباب الجامعي. ففي إبان حملة التجهيل الشرسة التي أعقبت شهر فبراير للعام 2011 وفترة السلامة اللاوطنية، لاقى طلبة المدارس والمعاهد والجامعات شتى أنواع التضييق والاستهداف، لا سيما طلبة جامعة البحرين، ومن بينهم من تم استهدافهم هناك أقمار أريد إخفاء بريقهم وإطفاء شعلة العلم لديهم، فغيبوهم في غياهب السجون. نستذكر منهم شوقي رضي، جواد المحاري، جاسم الحليبي، جاسم المخوضر، يوسف أحمد، محمد تقي، محمد الفردان وآخرين. فمن سجن إلى سجن، ومن محكمة إلى محكمة أخرى، ليحاكموا جوراً وظلماً بأحكام خيالية بالسجن والغرامة المالية التي فاقت 250,000 دينار، بتهم ألقيت عليهم جزافاً ضمن حملة منظمة لتجهيل هذا الشعب. اختاروهم وكادوا لهم المكائد في الخفاء والعلن، انتقاماً منهم لتميزهم وتعويضاً لذلك النقص الذي يشعرون في داخلهم، ولكنهم جعلوا منهم من حيث لا يعلمون رموزاً لشباب البحرين الصابر المثابر. كيف لا يكونون كذلك وجميع رسائلهم من خلف القضبان لم يتخلوا عن دورهم الإرشادي والتشجيعي لمزيد من النجاح والتفوق لطلبة البحرين، ليكونوا فعلا نور علم رغم عتمة السلطة؟ إنه لمن القليل أن يكون هؤلاء قدوة لنا نحن الشباب، نتعلم منهم دروس التضحية والفداء، كما هو المعلم الأول شهيد العلم المهندس علي المؤمن، الذي نال الشهادة الكبرى عوضاً عن الشهادة في هذه الدنيا الفانية. كما نستذكر إخوتنا الطلبة المحرومين من الدراسة في كلية المعلمين، والذين يواجهون محاكمات ظالمة تطالبهم بدفع مبالغ طائلة انتقاماً لتفوقهم واجتهادهم وموقفهم الوطني. وننوه إلى استمرار سياسة التمييز في البعثات والمنح الدراسية، والتي يراد من خلالها زيادة الظلم والجور وقتل طموحات وكفاءات هذا الشعب للنيل من الوطن. كما أدعو لإنصاف الطلبة وعدم الانتقام منهم، والسماح للطلبة المعتقلين بمواصلة دراستهم وتفوقهم. وفي الختام نعلن نحن في مركز البحرين الشبابي تضامننا التام مع إخواننا الطلبة المظلومين، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط لرفع هذه الظلامة عنهم وإرجاعهم لمقاعد الدراسة وتعويضهم التعويض المناسب ومحاسبة من تسبب في اعتقالهم وتلفيق التهم لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.